الإشاعة اللي كانت طالعة ان يوم الثلاث هيبقى فيه حالة غير مستقرة على المدن الساحلية وهيبقى فيه سيول. السؤال بقى دلوقتي، طيب يعني اتقال ان في تحسن في درجات الحرارة، ولكن متوقعين برضو ان ممكن تتغير في اي لحظة، يعني الجو ملوش كبير زي ما بنقول، فممكن هي تتغير في اي لحظة. عايزين نعرف اذا كانت المحافظات مستعدة للتغيرات دي ولا لا، حتى لو كان في استقرار دلوقتي فاكيد احنا مش لازم نستعد قبل السيول بتلات اربع ايام، اكيد بيكون في استعدادات قبل كده، وعايزين اللي حصل قبل كده ما يحصلش، اللي حصل المرات اللي فاتت ما يحصلش مرة تانية، وما نلاقيش حالة الفوضى اللي بتحصل. طبعا موضوع راس غارب ده من المشاكل الكبيرة قوي اللي تعرضت ليها مصر، واللي دمرت بيوت كتير قوي من المصريين، بنتمنى ان ده ما يحصلش خلال الفترة اللي جاية. خلينا نطمن اكتر على المحافظات مستعدين ولا لا. معانا الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج. دكتور ايمن صباح الخير واهلا بيك يا فندم. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني ان كانت الارصاد بتشير لان الاسبوع ده الى حد ما في حاله من التحسن التدريجي في الجو، بس كان في اشاعات بتقول ان في سيول خلال الفتره الجايه، وان ما كانتش خلال الاسبوع ده فاكيد داخلين على فصل الشتاء، فهيكون في جو متقلب، هتبقى في سيول مما لا شك فيه، وتحديدا عند حضرتك في سوهاج. استعدادات المحافظه ايه؟ والله بص يا فندم، زي ما عملنا المره اللي فاتت احنا كنا عاملين الحمد لله محاكاه. المحاكاه دي مش بتمنع السيول طبعا، ولكن طبعاً بتقلل اي خسائر. الحمد لله ما كانش عندنا اي مصاب، ما عندناش اي وفاه. اللي احنا بنعمله ان بيبقى فيه توعيه للناس بتغادر الاماكن او بتطلع الدور الثاني او الثالث. المشكله بتبقى في البيوت اللي طبيعتها طبعا بتبقى بالطوب الحجري، دي الميه طبعا بتبهدلها. احنا بنبعد الناس على قد ما نقدر، عاملين مراكز احتواء. التدخل السريع الحقيقه من وقت بدايه المطر وتصريف الميه باكبر قدر ممكن وعربيات الشفط ادى الى ان الحمد لله الامور تحت السيطره. برضه عملنا المره دي رفع درجه الاستعداد وعملنا محاكاه، وهنبدا من بكره ان شاء الله تاني فتح مراكز الايواء كلها وتجهيزها، وبالتوعيه المجتمعيه بنوعي الناس ونبدا نعمل اخلاء قبل ما الوقت، يعني هم تقريبا قالوا بعد الثلاث ان شاء الله على يوم الثلاث نبدا نعمل اخلاء للناس ونتابع المنطقه اللي قدر الله هينزل فيها، بندخل بالمعدات بحيث ان احنا نصرف الميه على قد ما نقدر لمجرى النيل باذن الله. طيب خليني اسال حضرتك، ده بالنسبه لاستعدادات الناس، بس بقى زي ما بنقول مخرط السيول والاماكن اللي ممكن يكون موجود فيها السيول، وحضرتك عارف ان في بعض المحافظات الصرف الصحي عندها فيها مشكله، فبالتالي لما بتنزل السيول بيبقى يعني المشكله اكبر بكتير، فاستعدادات حضرتك بقى من الناحيه دي ايه؟ هو المحافظات اللي في بحري والساحل الشمالي ما بيبقاش عندهم حكايه مخرط سيول، فبيبقى عندهم الصرف الصحي. احنا عشان في الصعيد جبال فبيبقى عندنا مخرات سيول، الحقيقه اللي مسؤول عنها بيبقى وزاره الري والموارد المائيه، وهم دلوقتي في لجنه بتنشط كل الصعيد وبيشوفوا ايه اللي ممكن يعملوه، واحنا الحقيقه يعني بنثق في دراستهم لان هم الحقيقه حموا الصعيد فترات طويله. اتمنى ان شاء الله ان الامور تكون هندسيا كلها مظبوطه. هي الفكره خلي بال حضرتك اللي كان بيجي مفاجات، ساعات السيول بتيجي اكبر من القدر اللي هم حاطينه للحمايه. يعني السد بيبقى معمول بقدر معين، لو الميه تضاعفت بينهار السد. فدي حاجات بقى الحقيقه يعني ايه، نرجو ان احنا نعمل حاجات اكبر منها ويبقى عندنا الحمايه الكامله ان شاء الله، انما احنا هنا ما بنعتمدش على الصرف الحقيقه في الصعيد لان الجبال لها طبيعه خاصه غير كده. تمام، انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج، شكرا جزيلا لحضرتك. دي كانت سوهاج واستعدادات محافظه سوهاج تحديدا للسيول اللي ممكن تحصل خلال الفتره اللي جايه. طبعا بتمنى ان كل المحافظات تكون مستعده علشان احنا داخلين على فصل الشتاء اللي هو طبيعي يكون فيه سيول، اللي هو مش طبيعي ان احنا نلاقي مره تانية محافظات تانية بتغرق.